الحادثة انطلقت بمجرد إيقاف شابين في ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم. مصادر أمنية تقول بأن عملية الإيقاف جاءت أثر صدور بطاقة التفتيش في حق الموقوفين، لتنطلق مجموعات محسوبة على السلفيين في مفاوضات في مرحلة أولى من أجل إطلاق سراح من شملهم الإيقاف. وفي سرعة لافتة تتطور الأمور إلى عملية حرق طالت مركزا لفرقة الشرطة العدلية وجزء من منطقة الأمن الوطني في مرحلة أولى لتشمل 4 مطاعم سياحية وفندق من فئة نجمتين، وهو الفندق الوحيد في المدينة. في الأربعة نتاع الصباح ولا الساعتين عندي ولد خويا هذا يقص لنا في الوقت. جاو معناها مجموعة عصابوها، شكون الأمن الإرهابيين جماعة، المهم تهز. ومعاه 3 وليدات أخرين. الوليد الأخر دوماج روح، لو جاء حاضر نجيبوه 6 سنين. تتصور أنت 6 سنين سالف لو معناها تحب نهزك الدار؟ تصور لا سمحت، الوليد 6 سنين بالعمر. بعد صلاة الفجر تلموا المجموعة وقع هذا شيء العسل طريق الوطني نتاع التطور. طلبات شنو؟ تلموا المجموعة نتاع الاخوة اللي صلوا معاه ولد خويا يصلي، ما ننكرش هذا. جينا للمنطقة نلقوا السيد رئيس المنطقة قوم يسمع فيه. شنو السؤال الأول؟ جماعة الأولاد صغار معناها وسلفيين قالوا لي خويا تعرف كيفاش ناقشوا؟ قول له أنت شنو طلبات؟ طلبات الأولاد وين؟ يسيبوه؟ لا لا وين؟ لا الأولاد وين؟ واحد اثنين شكون هز؟ ثلاثة شنو العمل؟